مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال إرغام أنثى الأرانب من إرضاع الصغار ديالها، يعني واخا هي كتكون ما باغيهاش ترضعهم كاين حيل أنك تخليها ترضعهم بزز منها. إذا كما كتشوفوا معايا هذا بيت الولادة، هانتوما كتكون واحد الشبيكة لتحت. هادو في العمر ديالهم 20 يوم، راه كاين شي وحدين مازال عاد راهم خارجين، راهم في العلافة كياكلوا مع الأم ديالهم. إذا شحال من مربي أرانب كيحتار في واحد القضية ديال أنه الصغار ما كيبغوش يخرجوا ياكلوا، في نفس الوقت أن الأم كتكون بدات كتقل عليهم في الرضاعة، يعني الحليب. علاش؟ لأن بحال هاد الحال اللي عندي انايا، يعني هاد الانثى هادي راها حامل، راها يعني في النهار الاول منين يلاه عطيتها، يعني منين ولدت عطيتها للذكر، يعني راها في العمر ديالهم هما، راه هي في العمر ديال الحمل ديالها، يعني عندها 20 يوم، راه باقى لها واحد 10 ايام ولا وغادي تولد. يعني هاد الصغار هادو خصنا نتعاملوا معاهم ونعلموهم يخرجوا من بيت الولاده، ماشي يبقاو غير مكمكمين بحال هكا. بحال هاد الحاله عاوتاني، حتى هما ما كيخرجوش كاع، هما ولكن هادو صغار واحد شويه. هانتوما هادو عاوتاني حتى هما راهم صغار، صغر من هاد الاولين، ولكن شحال من واحد يعني كيتسائل كيفاش غادي نتعاملوا مع هاد الصغار هذا في هاد العمر هذا. اول حاجه، الناس اللي عندهم يعني الصناديق او يعني بيوت ديال الولاده بحال هاد الشكل عندي انايا، عندهم واحد الاسلاك، ها هما هادو هما، ممكن انني بحال الباب، هو داير بحال الباب، يعني كنطلقو كيتسد على البيت ديال الولاده من الداخل، يعني هذيك الثقبه كتسد. شنو كيوقع؟ انني كنرغمها انها تدخل لداخل وكترضعهم. ولكن المشكل فين كيكون، ان الا كانت هي يلا رضعتهم، انا ما عارفاش فوقاش رضعتهم، يعني كتولي انت هي كترغمها، الا مشيتي تبقيتي كترغمها، يعني هذيك سميتها الرضاعة الحبيسة. يعني كاين الرضاعة الحبيسة، يعني كاين الناس اللي شركات كبرى، يعني عنابر كبرى، كيديروا هذه القضية ديال الرضاعة الحبيسة. سمو هي الرضاعة الحبيسة، أن يعني الأرنب كيولي كياكل في واحد، كيرضع عفوا في واحد الوقيتة أنت هي باغيها، يعني كتولي كترغمو أنه يدخل، تحسب له مثلا واحد 4 دقائق صافي، وتفتح أنه يخرج، يعني يعني ترغموا انه يدير. انا في هذه الحلقه غادي نجيب لكم واحد الفكره، غادي تضربوا عصفورين بحجر، يعني في نفس الوقت انها غادي تدخل وترضعهم، في نفس الوقت انها رغمتيها انها ترضع الصغار ديالها، وفي نفس الوقت بحال حتى عصفور اخر ضربناه، وهو ان حتى الصغار ممكن انهم ياكلوا معاك، يعني ياكلوا وما تضرهمش. هنا الصغار في الوقيته هذه 20 يوم ولا حتى نقولوا 25 يوم، ما خاصكمش تعطيوهم مثلا الخبز يابس ولا تعطيوهم السيكاليم، ولا راه مجهد عليهم، راه غادي كيتحجروا الله يسر وكيموتوا. اسمو الحل ديال هاد الفكره هذه، وهي انكم ترميو لهم الفصه، ماشي الفصه الاعواد كاعواد، هذه الفصه اليابسه. شحال من واحد كيسولني على الفصه، اسمو هي الفصه، وهي كيكون واحد النبات طويل تقريبا في القامة ديالو، كيكون فيه واحد 50 سنتيم، كيحشوه وكيشدوه كيبريسيوه وكيعطيوه للماشية، كيعطيوه للأبقار، كيعطيوه ممكن حتى الدجاج كاع ياكلو، ممكن ترمي له هاد الأعواد هكا راه غادي ياكلهم. الفصة نتوما منين تحصلوا سيروا عند في الأسواق، يعني الرحبة ديال السوق، يعني غادي تلقاو تمايا واحد حنا كنقولو بالات، البالا ديال الفصة. الناس اللي عندهم التبن راهم كيكون عندهم حتى الفصه، كيبيعوها في السوق. هذيك الفصه راه هي اللي كتخدم القناين، غير ما تجيبوش الفصه اللي كتكون طويله هكا، لا، حاولوا تجيبوها خضراء وتكون هكا قصير. نتوما غير قولوا للبائع فين هي الفصه اللي غادي تخدم الارانب، يعني ديال يعني الماشيه كتكون طويله بزاف، كيكون فيها هاد العوال كيكونوا غلاضين. بالنسبه للارانب كيعطيهم فصة، يعني غير خضراء وقصيره في الطول ديالها. اذا الحيله وهي كالتالي،
انكم تشدوا هاد الغبار ديال القصه، غير هاد الغبره هذه، هاد الغبره هذه انا غنديرها لكم كتطبيق، وتشدوها وترميوها لعند القناين الصغار. سمو غادي يوقع ان القناين الصغار حتى هما ممكن انهم ياكلوا منها، وفي نفس الوقت ان الام غادي تدخل عندهم، ملي غادي تدخل عندهم غتبغي تاكل من عندهم، غادي تلقى باللي الصغار ديالها كيرضعوا منها. ها انتم ربحتوا ان الصغار استافدوا، والام حتى هي غادي تدخل 100% غتدخل عندهم. دابا راه غير باقي ما شافتش هاد الفصه، راه غادي تدخل عندهم وغادي يشدوها هما ويرضعوا من عندها، ولو غير 3 دقائق راه كافيه. ها انتم نديرها عاوتاني للجميع. ها انتم غير هاد الدقديق اللي كيكون الدقديق، ها انتم بهذه الطريقه ارميوها لهم، ماشي مشكل، ما غادي تضرهم ما والو. ديروا لهم بحال هكا، ها انتم شوف الصغير راه غادي غير يشمها غادي يبدا ياكل منها. ها انتم انا غادي نوريها للام. ها انتم ها هو غادي تشوفوا، ها هي غادي تدخل عندهم، ها هو الصغير، ها هو راه كياكل، ها هو دابا راه غير الام خايفه مني، غادي تدخل عندهم تبغي تاكل معاهم، في نفس الوقت غادي يشدوها هما يبقاو يرضعوا منها. هانتوما شفتي، هانتوما يعني هادي فكره مبتكره، يعني كنت كنحصل بزاف، يعني كنبقى ندخلها ونرغمها انها ترضع وكتكون هي مرضعاهم، يعني الحلمات ديالها كيتصابوا بالتهابات وعندي المشاكل. المهم كنت مرون في هاد القضيه. دابا كندير لهاد الحيله هادي، دابا راه غير خايفه مني، غادي غير نخرج غادي تدخل تبقى تاكل عندهم، وهما غادي ياكلوا حتى هما، هما راه كياكلوا انتوما في هاد العمر هذا، راه كياكلوا غير هاد الفصه هادي الدقديق ديالها، ما غادي يدير لهم والو، ما ياثر عليهم ما والو، ما كاين، ما تخافوا من لا من امراض هضميه لا والو، عطيهم بهاد الطريقه ما تخافوا منهم حتى شي حاجه. هي دابا هي هادي راها مشات دخلتها، راه حتى هي كتاكل غير على برا، ولكن انتوما حاولوا ان الفصه تحطوها في واحد الجانب هكا باش تقدر الام تدخل تاكل. اذا هذه الحيله يعني مبتكره، ما كنظنش شي واحد دايرها. انا كان التربيه ديال الارانب ديالي دابا راه عندي 7 سنين ديال التربيه تبارك الله، يعني كاع الطرق تقريبا كنبتكر، يعني كنشوف على حسب التجربه، على حسب الـ 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 يعني الارانب اش راهم باغيين، وكندير هذاك الشيء كنديرو على حسب هما المتطلبات ديالهم اللي باغيين، وكنحاول نبلورهم لكم فيديوهات هكا. انتما انا غادي نرمي لها هنايا، في نفس الوقت هما غادي ياكلوا، في نفس الوقت كياكلوا، في نفس الوقت هي غتولف انها تبقى تدخل لعندهم. ما تنساهمش بالعربيه، ما تنساهمش، ماشي حنايا غادي نديرو واحد، نخلقوا لها واحد الجو ديال انها صافي راه مره فين تدخل ترضعهم. ملي غادي تبقى تدخل لهم مره ترضعهم، كونوا متاكدين ما غاديش يكبروا في صحه جيده. عفوا راه التصوير عندي كنزرب شويه بالبورطابل، ولكن هانتوما غير كبوه لهم هكا، هانتوما بحال هكا، غير واحد الكميه قليله في نفس الوقت هما غادي ياكلوا، في نفس الوقت هاهي شتي هاهي دخلت، هما غادي يشدوها 100%. شتي ها انتما هاهي دخلت هي كتاكل، هاهي اللقطه اللي قلت لكم عليها، كي غادي تدخل هما غادي يشدوها وغادي يبقاو يرضعوا منها، في نفس الوقت ياكلوا الماكله اللي عطيتيهم، في نفس الوقت يعني الفصه، في نفس الوقت انها غادي تدخل وغادي يرضعوا منها، في نفس الوقت غادي تولفوها انها تبقى تدخل عندهم، ما تخليوهاش تنساهم لا، لان كاين الارنبه اللي كتكون غشيمه، ما كترضعش الصغار وانت ما كيبانولكش كيكبروا قدام عينك، كيبانولك غير مشوكين هكا فيهم البرد، ما باغينش يخرجوا، ما كيخرجوش للكاج قبل، يعني من بيت الولاده ما كيخرجوش منها قبل من الوقت، كيكونوا معذبين ملي كيكبروا، واخا كياكلوا ما كتحس بهم كيكبروا معاك. اما بهذه الطريقه هذه، ها انتم راه دابا راه كيرضع منها، ها انتم هذه هي الطريقه اللي بغيت نوريكمها، راه هذاك الصغير راه كيرضع منها، شوفوا تبارك الله عمليه الرضاعه مباشره، راه حلقه استثنائيه هذه، راه فيديو حصري بهذه الطريقه هذه. انتم هو في نفس الوقت كياكل مع امه، في نفس الوقت يرضع منها، واحد اخر راه كيرضع من هنا،
انتم اذا في بالكم انتم واحد اخر او اثنين دابا راه عاقوا بها كلهم بانها دخلت واحد اخر كياكل الفصه حتى هو لما لا علاش ما ياكلش الفصه الفصه ما تضروا ما والو لانها كارمه ما تخافوش منها كاع من الامراض الهضميه اذا الحلقه ديالنا هي هذه كنظن انني فدتكم هذا النهار حلقه مهمه بزاف في تربيه الارانب الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا حلقه منفرده تكيو على زر جيم باش تساندوني تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله.